حياكم الله مشاهدينا الكرام في حوار المنتصف. في قرون مضت كانت تنصب محاكم للتفتيش ومعتقلات للموت تهدف لتغيير الأفكار أو الأديان أو لقهر الشعوب على الرضا بالاحتلال أو الاستبداد. اليوم وفي القرن 21 والثورات العلمية والتقنية تفاجأ العالم بدولة تعمل على إعادة قهر القرون الماضية والسعي لسحق وتصفية شعب مختلف. إنه شعب الأيغور المسلم، والدولة هي دولة الصين التي تظهر للعالم بوجه صناعي وتجاري، إلا أن الحضارة التي يسوقونها هي كما يردد الناس مستصغرين ميد إن تشاينا. يوم أمس أعادت تركيا الرفض الكبير لما تفعله الصين بحق مسلمي الأيغور، لكن ماذا عن بقية الدول الإسلامية؟ نشاهد التقرير ثم نبدأ الحوار. تستمر الصين في سياسة القمع والتعذيب بحق مسلمي الإيغور، ورغم أنها تسعى جاهدة لمنع وصول أي خيار عن معاناة المسلمين، إلا أن إدخال مئات الآلاف أفواجا للمعتقلات كان لابد أن تصل أبناؤه للعالم. صحيفة الديلي ميل وثقت ما تفعله الصين بالمسلمين، فكتبت عن إجبارهم عن أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، بينما تتواتر التقارير الدولية عن إرسال النظام لعدد مليون شخص من أعضاء الحزب الحاكم ليناموا في بيوت المسلمين حتى يضغطوا عليهم في تغيير هويتهم. الأكثر بشاعة هو التعدي على اللغة والعبارات الدينية والوصول التضييق عليهم في الصلاة والصيام. في كل هذه الانتهاكات لا يجد مسلمي الإيغور دعما سياسيا من الدول الإسلامية، بل وكثيرا من تلك الدول تحاول أن تنأى بنفسها عن التدخل. حاشا تركيا التي تجد نفسها منفردة في محاولة معالجة هذا الملف. وقد زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقليم شينانغ قبل سنوات في محاولة لإيجاد حلول لهذا المسألة، خاصة أن الإيغور يعتبرون عرقا ضمن الشعب التركي. وبعد جملة من الفعاليات الشعبية المنددة بالانتهاكات الصينية، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه عودة معسكرات الاعتقال في القرن 21 وتمارسه الصين فيها بأنها وصمة عار في جبين الإنسانية. وقد علقت الوزارة بالتنديد عن غياب مئات الآلاف دون الحصول على أي معلومات عنهم، ما تعرض له مؤخرا الفنان الإيغوري عبد الرحيم شيت من قتل داخل المعتقلات الصينية. ويأمل الإيغور أن يكون الموقف التركي دافعا لانضمام دول إسلامية أخرى في الضغط على الصين حتى تكف سياستها القمعية التي تنتهك فيها أبسط. وللحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الشيخ محمود محمد تركستاني، عضو جمعية علماء تركستان. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بك، أهلا وسهلا، حياك الله، نسعد بانضمامك معنا. يعني الآن بيان من قبل تركيا يندد بالانتهاكات الصينية، بداية كيف تعلقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام، حياك الله. بالنسبة للبيان التركي، وكنا يعني على أشد الاشتياق أو الطلب أن يصدر إعلان أو بيان من الخارجية التركية ومن الحكومة التركية. ومنذ فترة طويلة كشعب تركستاني مقيم في تركيا أوصلنا رسائل، وعند المقابلة مع بعض المسؤولين الرسميين كنا نطلب منهم أن يكون هناك موقف تركي واضح لما يجري في تركستان الشرقية. وكنا في كل مرة يعني هم أحيانا كان يعتذر، وأحيانا يعني هناك سياسة تركية، مصالح تركية اقتصادية، وأيضا موقف تركيا يعني في سوريا وما يتعرض مع أمريكا مع الدول الغربية. طبعا رغم ذلك كنا نشعر مثلا في أي مقابلة مع أي مسؤول تركي تعاطف، يعني نحن نتعاطف معكم وقلوبنا معكم ونحن معكم. وهناك تعاطف شعبي أيضا من الشعب التركي، يعني دائما ما نلاحظ الجمعيات الخيرية تحاول عرض القضية التركستانية في شوارع اسطنبول. نعم هذا مما جعل الحكومة يعني تضطر في النهاية يعني
لإصدار هذا البيان، هذا ما نظن، لأن الشعب التركي خاصة في الفترة الأخيرة منذ أكثر من شهر مثلا، يعني الجمعيات التركية، الجمعيات الإنسانية وأحزاب تركية مختلفة كانت يعني قضية تركستان في صدارة المشهد في كل المؤتمرات الحزبية، وفي حتى في البرلمان التركي كان هناك دائما أصوات يعني تصدر طلبا لتوضيح أو لبيان من الحكومة التركية لما يجري في تركستان الشرقية. وبهذه المناسبة طبعا نحن يعني نثمن هذا البيان ونشكر لهذا البيان الصادر من الخارجية التركية. طيب، ونتمنى أن يكون الموقف التركي أشد وضوحا فيما بعد. إذا تحركت تركيا يعني بما أنها لها ثقل دولي في العالم الإسلامي والعالم كله، سيكون هناك تحرك دولي، هذا ما نتمنى. طيب شيخ محمود، يعني دعنا نقرأ بعض ما جاء في هذا البيان التركي والذي كانت شبكة الأناضول للأنباء تنشره بشكل عاجل مساء أمس. في البيان حديث عن أن سياسة الصهر العرقي المبنهج التي تمارسها السلطات الصينية ضد أتراك الأيغور هو وصمة عار في جبين الإنسانية. هذا طبعا وصف لما يجري في الحقيقة. مثلا في التعريفات، عندما يقال مثلا التطهير العرقي، في تعريف كلمة التطهير العرقي، كل ما يجري في تركستان يعني من الظلم والاضطهاد والمعاملة القاسية تدخل في نطاق التطهير العرقي، لأنهم بدأوا مثلا أولا التطهير العرقي. ماذا يعني التطهير العرقي؟ أي يستهدف دولة ما أو شعب ما شعبا آخر من ناحية يعني تذويبه وإخراجه من دينه أو لغته أو عرفه وتقاليده، كل هذا يدخل في نطاق التطهير العرقي. ما يجري في تركستان هذه الأيام تنطبق على التطهير العرقي، على كلمة التطهير العرقي. طبعا في هذا العصر يعني حتى هتلر ممكن لم يفعل هذا، رغم أنه حجز اليهود مثلا في معسكرات، ولكن كان لا يجبرهم على ترك دينهم أو ثقافتهم أو يجبرهم مثلا على أكل شيء لا يحبونه. أما الصين يعني أشد تطرفا من هتلر، وأشد يعني ظلما لشعب يعيش في هذه المنطقة. يعني تقارير دولية وصحف غربية تتحدث عن إجبار المسلمين هناك من على شرب الخمر وأكل الخنزير. نعم، يعني في العيد عند الصينيين العيد القومي يعني قبل مع بداية هذا الشهر يكون عندهم عيد سنوي. في هذا العيد في إذاعة آسيا الحرة هناك قسم باللغة الأيغورية اتصل ببعض الأشخاص في تركستان، هم دائما يعني يتصل بأناس يعني من تركستان، وهؤلاء الذين يعني أخبروا هذه الإذاعة الاحتلال الصيني أو السلطة الصينية وجهت دعوات للشعب للاحتفال بالسنة الجديدة الصينية، وما وهددوهم في مدينة غولجا خاصة وفي مناطق أخرى، لأن الاتصال كانت بواحدة من مدينة غولجا. من لم يذهب إلى الاحتفال برأس السنة الجديدة يعاقب ويرسل إلى المعسكرات. طبعا في هذه السنة ما يفعله الصيني هو الأكل، يعني العدد الصينيين ممكن لمدة أسبوع يأكلون فقط، يعني يشربون يأكلون لحم الخنزير والخمر وهذه الأشياء، أفضل ما يقدم في هذه المناسبات، في مثل هذه المناسبات. وعليه لابد من للمسلمين أن يأكلوا مثل ما يأكل الصينيون. نعم، إن لم يأكل ويمتنع هو متطرف في نظر الصينيين. هناك ثالوث يريد الصينيون محاربته كما يزعمون في إقليم شانغيانغ، والضغط على المسلمين بشأنه، وهو الإرهاب والتطرف والانفصال. هذا كلام يعني شماعة شماعة تعلق عليها الصين ما تفعله من إجرام. حتى
يعني مع في بداية هذه الهجمة 2017 أصدرت الحزب الشيوعي يعني لجنة الحزب الشيوعي الشبابي في تركستان الشرقية بيانا عبر الإنترنت، وقال ماذا قالوا؟ قالوا في الصين سابقا كان ما يسمى القوميات الإمبريالية. معنى هذا الكلام أن الصين دولة متعددة وفيها قوميات مختلفة، وكل قوميات أمام القانون سواسية. جميل هذا. هذا في القانون القديم. يعني ما في الخمسينات والستينات كان هذا القانون، ولكن بعد أحداث يعني 2009 في أورومتشي وأحداث 2008 في التبت، كان هناك أصوات من الباحثين الصينيين أن على الدولة الصينية أن تنهي الأعراق، الأعراق هذه، وأسلوب جديد في القومية، ما يسمى القومية الهان الاستيعابية. ما معنى هذا الكلام؟ أن الهان يستوعبون كل يستوعبون الأعراق، كل الأعراق، وينصهر وينصهر هذه الأعراق جميعا في الدولة حتى يحصل هناك أمن أبدي ودائم. كان مقالات يعني 2010-2011 كتبت في هذا المجال ونشرتها المجلات، وأصبح واقعا. وفيما بعد يعني الحزب الشيوعي في بكين، ما يسمى اللجنة المركزية، يقال حسب المعلومات الواردة 2014 ناقشت فيما بينهم أن الدين نفسه مهدد للوحدة الوطنية وللقومية الهان، ولذلك إما أن يصبح الدين دين خاص متوافق مع الشيوعية الصينية، أو نقضي على هذا الدين. ولذلك هم يعني في هذه في الآونة الأخيرة منذ سنتين أو أكثر من سنتين تحاول أن يسلخ الدين عن حقيقته ويصبح الدين متماشيا في كل شيء مع الأفكار الشيوعية. نعم، يعني ممكن المسلم يعيش، نعم، مثلا، ولكن لا يمتنع عن شرب الخمر، نعم، لا يمتنع عن لحم الخنزير. يعني هذه الانتهاكات في السعي لصهر الأعراق، ومنها عرق الأيغور والمسلمون في الصين، يبدو أنه يعني أصبح مثار انزعاج كبير من قبل الأتراك، وقالوا أنه وصمة عار في جبين الإنسانية كلها. هل هم يلمحون أيضا إلى تخاذل المجتمع الدولي تجاه هذه القضية؟ طبعا، يعني هم حتى قالوا نحن في وضع كذا وكذا، عليكم أن تتحركوا تجاه الدول المختلفة خاصة الإسلامية منها. يعني أعرض هذه القضية بما أنها قضية أولا إسلامية وثانيا قومية كذا، لماذا لا تعرضوها على الدول الإسلامية؟ نعم، مثل يعني كما تعرضون لنا يعني. وفعلا نحن نحاول، ولكن وضع الدول العربية، أغلب الدول العربية طبعا لا ترحب بأي يعني قضية أو يعني بأي شيء بالنسبة للشعب التركستاني. هم مصالحهم الاقتصادية ممكن. إذن الباب موصد أمامكم عند الدول العربية. للأسف في بيان الخارجية نريد أن نفتح هذا الباب. نعم، في بيان الخارجية التركية حديث عن الاعتقالات التعسفية، وذكر البيان أنها طالت أكثر من 1,000,000 شخص من أتراك الأيغور، وتم حبسهم في معسكرات اعتقال، وتعرضوا للتعذيب وغسل الأدمغة بالتوجيه السياسي والفكري، وأن هذا لم يعد سرا. الصين دائما ما تحاول التغطية على مثل هذه القضايا وقضايا الاعتقالات، لكن ذوي المعتقلين أصبحوا يعلنون للعالم ما يجري داخل هذه المعتقلات. منهم أحد الأشخاص الذي استطاع الخروج من السجن، وهو الأستاذ عمر بيك. لو تخبرنا ببعض من قصته. أستاذ عمر بيك ومن أصل تركستاني قزاقي، نعم، وكان حصل على الجنسية القزاقية يعني بعد استقلال قزاقستان من روسيا الاتحادية. هناك قانون في قزاقستان
أي قزقي يعيش في خارج قزاقستان عندما يأتي إلى قزاقستان نحن نعطي له الجنسية. وهو يعني كان أصلا ولد في تركستان ويعيش في تركستان وذهب إلى قزاقستان وحصل على الجنسية القزاقية. وبعد ذلك كان يعمل ما بين تركستان وقزاقستان في التجارة يعني. وزوجته يعني تعيش في تركستان. في 2017 هو ذهب إلى تركستان وكان في تركستان واعتقل رغم أنه حامل جواز سفر قزقي، ولكن بما أنه مولود في تركستان وعاش فترة طويلة في تركستان كان لابد أن ينال ما ناله قومه. ما يناله قومه، ولذلك اعتقل هذا الرجل وحبس حوالي 8 أشهر. ثمانية أشهر وبعد ذلك. ما هي الشهادات التي رواها من داخل هذه المعتقلات؟ هو يعني أولا كل من يدخل إلى هذه المعسكرات أو السجن عليه أن ينسرخ عن دينه. هو رجل متدين يعني. هو رجل متدين وملتزم. ماذا كان يقول بالتحديد شيخ؟ كان يقول عندما ندخل مثلا إلى المعسكرات، طبعا الكاميرا مراقب من الجهات الأربعة وحتى الحمام مراقب بالكاميرا. الحمام في الحجز. على الإنسان أن يجلس وحده دون أن يتحدث مع من في جانبه. إذا تحدث مع من في جانبه يعني مباشرة يأتي أمر يعني ميكروفون. أسكت فلان، أسكت، لا تتحدث. طبعا ليس هناك أي إمكانية لممارسة دينية. ممنوع الصلاة، ممنوع الصوم، كل شيء ممنوع. في الداخل السجن طبعا كل شيء ممنوع. وأول ما يبدأ به التعليم أو التثقيف كما يقال، كما يقولون هؤلاء، الأناشيد الوطنية هكذا يسمون، الأناشيد الوطنية التي تمجد الحزب الشيوعي وتاريخ الحزب الشيوعي. يعني على المعتقلين أن يحفظوها ويرددوها. ممكن كل يوم على الأقل ساعتين يعني المعتقلون ينشدون هذه الأشعار وهذه الأفكار. الموزيتون مثلا، شي جين بين، ورؤساء الأحزاب الشيوعية التي حكمت الصين يعني يمجدونهم ويثنون عليهم بما فعلوا يعني من الوحدة الصينية ومن التطور. هم فعلوا كذا يعني كما هو معلوم لدى يعني الاستبداد. يفعل هكذا. هذا أول ما يفعل. وثانيا أي واحد إذا كان لا يعرف اللغة الصينية، طبعا أغلبية الشعب التركستاني كان لا يعرف اللغة الصينية، يجبر على تعلم اللغة الصينية. يعني دائما يمر أغلب أوقاته بالتعلم اللغة الصينية. وإذا لم يستطع يتعلم يبقى في الحجز يعني مستمرا. وثانيا طبعا يجلسونه على كرسي حسب ما طبعا يعني يديه مربوط على الكرسي. طيب. ورجليه مربوط على الكرسي أيضا. نعم. يعني ما يسمى جلسة نقد الذات. الله، كرسي الاعتراف. نعم، كرسي الاعتراف يعني على المحتجز أن ينقد ذاته، يعني أنه مثلا كان يصلي أو كان يفتخر مثلا بقوميته أو بدينه كذا. كل هذا يعني عليه أن يكفر بدينه فقط حتى. نعم. يرضون. نعم، يعني ما يسمى جلسة النقد الذاتي. هذه الجلسة كل يوم يعني موجودة. هذا تعذيب نفسي. نعم، تعذيب نفسي، محاولة لقهر الإنسان في دينه. لذا بعد ذلك هذا الأخ خرج يعني بتدخلات من الخارج القزقية بعد 8 أشهر. فهناك شخص آخر أيضا قزقي ولكن من أصل تركستاني، ولد في تركستان. خرج هذا الرجل، شاهدت الفيديو، كان أسرته في قزقستان ويهرب من ابنته، ممكن ابنته 4 سنوات. أصبح يعني كأنه مجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله.
عنده خوف، وعندما رأى زوجته وابنته هرب منهم يعني. هذا انتشر فيه يعني جلسات اعتراف، تهديد جلسات بالقتل. نعم، كيف يمكن للإنسان أن يتمالك عقله؟ في بيان أيضا خارجية حديث عن معتقل ضمن المعتقلين شيخ محمود. نعم. وهو الفنان الشعبي الأيغوري عبد الرحيم شيت، والذي جاءت أنباء بأنه قتل داخل هذه المعتقلات قبل يومين. في مغني أو فنان تركي نشر هذا الخبر. نعم، نشر هذا الخبر يعني أن الفنان عبد الرحيم هيت قتل في السجن واستشهد في السجن، وأكد أنه يتمنى أن يكون الخبر غير صحيح، ولكن هذا طبعا تداوله العالم كثيرا. نعم، هذا نعم. الخبر، ووسائل التواصل عرضت مقاطع من أناشيده الذي هي دائما يعني تتحدث عن أمور خيرة. نعم، هذا الرجل يعني لم يغني أغنية مبتذلة ولا مرة في حياته يعني. نعم. كائما دائما كان يغني إما يعني عن الأخلاق مثلا أو أغاني تراثية. بعد موته أو خبر انتشار موته نشرت له أغنية يعني يتحدث عن القرآن وعن الدين، لم يكن هذا منشورا. نعم، ولكن نشر يعني بعد خبر رحمه الله حيا أو ميتا. هل لديكم أي أنباء عنه؟ طبعا بالأمس عندما أصدرت الخارجية التركية هذا البيان وسئل من صحفي عن هذا الرجل. نعم، ومتحدث باسم الخارجية كان طبعا يعني يندد هذا، يندد بهذه الأنباء، يندد بهذه الأنباء، وأن هذا الشاعر أو وهذا المغني معروف في تركيا. ومثلا اليوم في الصباح في تركيا في أغلب المدن وفي مساجد كبيرة يعني كان هناك اجتماع الحركة الإنسانية في تركيا، جمعية يعني. نحن اليوم في الصباح ذهبنا إلى مسجد الفاتح للصلاة عليه يعني، يعني للدعاء للشهداء يعني، وتجمع عشرات الآلاف يعني في هذا المسجد وغيرها في مدن كثيرة في تركيا. نعم. اليوم بما أن يوم الأحد يعني هم وجهوا دعوات تجاه هذا. نعم. نعم. وفي كل الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة ذكر هذا الرجل. يعني مثلا قبل سنة محمد صالح دام اللام مترجم القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأيغورية. نعم. هو الذي استشهد. نعم. يعني إذا كنتم يعني المتطرفون من تقولون نحن نريد تطهير الناس من التطرف وغسل أدمغتهم، إذا كان محمد صالح بما أنه رجل علم رجل دين. نعم. يعني وكيف بمغني تعتقلونه طوال هذه الفترة؟ يعني هم اعتقلتم محمد صالح وقتلتموه، أنه رجل دين. هذا بسياستكم قد تكون يعني معلومة أنكم تحاربون أو تحاربون الدين، ولكن عبد الرحيم هيت هذا مغني. نعم. ويضرب على التنبور. نعم. ولماذا اعتقلتم وقتلتم؟ وتوزيع الظلم على الجميع. وتوزيع الظلم على الجميع والظلم. نعم. للجميع اليوم. يعني بما أن وسائل الإعلام في تركيا ركزت على هذا الموضوع والخارجية التركية في البيان ذكرت هذا الموضوع بخصوص. نعم. بخصوص. نعم. ولذلك يبدو يعني أن الصين انزعجت يعني وخافت أن تثير الأتراك أكثر. وأصدر فيديو ممكن لمدة دقيقة عن الرجل وهو يتحدث، عرضت صورة المغني عبد الرحيم هيت. نعم. فيديو وهو يتحدث، أنا عبد الرحيم هيت، اليوم يوم 10/2/2019 أنا بشبهة معتقل. نعم. وفي الاستجواب، وأنا ما زلت حيا ولم أتعرض للعنف. يعني حديث تحت
سلطة المعتقلات الصينية، ولكن هو خبر جيد أن يكون هذا الرجل لا زال على قيد الحياة. هنا نلاحظ حتى يعني في مواقع التواصل الاجتماعي سعي للقنوات الرسمية الصينية لنفي بعض الأخبار التي قد تثير المسلمين. كيف تفسر مثل هذا التصرف؟ طبعا هم في هذه المرة بما أن وسائل الإعلام والخارجية التركية والشعب التركي يعني نظرت إلى هذا الأمر، إلى استشهاد هذا المغني، نعم، بسرعة ردت بهذا الفيديو. معنى ذلك أن التركيز في وسائل الإعلام لهذه القضية والتحدث عنها باستمرار باللغات المختلفة يزعج الصينيين ويثير مضاجعهم. إذا لم يقتل شخص مشهور مثل هذا ممكن يفعل مثل هذا، يعني يصدر فيديوهات، ولكن في السنوات في السابق مثلا محمد صالح أو غيرهم من العلماء في الأتراك، نحن كشعب تركستاني يعني صلينا عليهم صلاة الغائب وغيره، هم لم يستطيعوا يفعلوا، معنى ذلك أن هؤلاء قتلوا أو ماتوا في السجن. وكان هذا الرجل يبدو يعني لم يقتل وهو حي، ولذلك أصدر هذا الفيديو بسرعة حتى يعني يبرئ ساحتهم من قتله. لكنهم لن يستطيعوا أن يكونوا براء دائما، هناك مشاكل كثيرة. طبعا أعداد أكثر من مليون في معتقل، لا يمكن فهم مثل هذا التصرف من قبل السلطات الصينية. أنا أرجو مثلا من وسائل الإعلام ومن الناس العاديين، عندما مثلا في سي سي تي والعرب الصيني أو غيرها يعني هم كتبوا شكرا على إظهاركم الصين على الحقيقة في سي سي تي وفي تويتر، نعم، هناك كثير من العرب كتبوا مثلا في هذه الصفحة، مثلا واحد يتحدث أنا أعيش في الصين منذ 4 سنوات وأذهب إلى الصلاة يعني بحرية تامة ولم أتعرض لمشكلة، وهكذا كتبوا كثيرا بعض التجار أو الذين يعيشون في الصين أو يتعلمون. نحن نقول لهم إذا كنتم في داخل الصين تعيشون بهذه الحرية، بما أنكم في داخل الصين اذهبوا إلى تركستان وعايشوا الناس هناك وابحثوا عن الحقيقة في تركستان. ولمن في الخارج أيضا، نحن لا نستطيع أن نذهب، ولكن ندعو كل من عنده ضمير حي وعنده إمكانية أن يذهب إلى تركستان ويرى الشعب بأم أعينهم كيف يعيشون. نعم. إذا ذهب أي واحد الآن إلى تركستان، نعم، لن يجد امرأة محجبة، نعم، بحجاب كامل، لن يجد شاب ملتحي. هذا هو يعني هذا هو الحقيقة. نعم، أنا لدي شهادة من أحد التجار العرب يقول ذهبت إلى شينجيانغ مشاهدين الكرام وبقيت هناك حوالي شهر، وجدت من يراقبني في خلال 24 ساعة أينما تحركت في هذا الإقليم أجد من يذهب معي، ولذلك غادرت المنطقة بسبب الخوف على حياتي. هناك بيان مشاهدينا الكرام للأحزاب والحركات الإسلامية في الكويت يتابعون قضايا المسلمين هناك في تركستان، ونشروا بيانا يتضامن مع المسلمين الأيغور، دعونا نشاهد مقطع منه. وتدعو الحركات الدعوية والسياسية في الكويت المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته والعمل على تفعيل حماية حقوق الإنسان واتخاذ كافة إجراءاتها الدولية لحماية المعتقدات الدينية لشعب تركستان الشرقية المسلمة واتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذا الشعب والقيام بالمحاسبة الشديدة عن تلك الانتهاكات الصارخة التي لا يقبلها شرع ولا دين ولا عقل. وتستغرب الحركات الدعوية والسياسية في الكويت الصمت العربي والإسلامي الكبير تجاه هذه القضية الإسلامية الملتهبة بحجة الصراعات العرقية أو قمع الإرهاب، فلا يتحدث أحد عن قضيتهم ولا يطالب أحد بالإدانة والشجب لهذه الأحداث التي تمثل بالفعل إبادة جماعية لهم، وما هذا إلا لموت الإحساس بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتدعو الحركات الدعوية والسياسية في الكويت أبناء شعب تركستان الشرقية المضطهدين إلى الثبات
والحفاظ على الدين والهوية الإسلامية، فإن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا، وما قدر لكم إنما هو اختيار من لدن حكيم خبير ليتخذ منكم شهداء. قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله إذن تحية للكويت التي دائما ما تتضامن مع قضايا المسلمين، كيف تعلقون على بيان الأخوة الكويتيين وما هي رسالتكم للمسلمين؟ طبعا قبل فترة كان هناك نواب، بعض النواب في المجلس في البرلمان الكويتي أو مجلس الأمة الكويتي أصدروا بيان، وهناك يعني ما يسمى مؤتمر صحفي، وكنا يعني فخورين بموقفهم بصراحة لهؤلاء النواب، حتى قالوا نحن لن نصوت، هناك مشروع للجزر الكويتية، يعني الصين تريد أن تستثمر فيها في هذه الجزر، نحن لن نصوت لصالح هذا الاتفاق مع الصين إذا لم توقف الصين جرائمها في تركستان الشرقية. طبعا الكويت والمسلم الكويتي يعني لهم مواقف مشرفة في التاريخ الحديث، وهذا البيان أيضا يعني أثلج صدورنا بصراحة، لأن كثير من الحركات الإسلامية حتى يعني بعيد عن الدول كانوا ساكتين، يعني مشغولين بأنفسهم في كثير من الدول، يعني هناك تخوف للصينيين من أي تضييق في موضوع التجارة. ماذا لو أن دول إسلامية قامت بموقف مقاطعة أو ضغط في هذا الملف، كيف تتوقع أقل تكون من المقاطعة؟ يعني تنديد من الدول الإسلامية، من منظمة المؤتمر الإسلامي، ممكن قد توقف الصين في حدها. الصين تخاف، الصين تعرف أن أمريكا والدول الأوروبية تحارب الآن الصين، ولذلك دائما تبحث عن أصدقاء، وهي تبحث عن أصدقاء في الدول العربية والإسلامية. إذا قالت الدول الإسلامية وأصدرت بيان تنديد يعني ولو بدون كلمة مقاطعة، هذا يؤثر تأثير يعني إيجابي على ما يجري في تركستان الشرقية بصراحة. ولكن والله هم حتى بالكلمة بخلاء يعني بصراحة، للأسف الشديد. لكن نرجو الله أن يلطف بإخواننا هناك في تركستان الشرقية، وأشكرك جزيل الشكر شيخ محمود على مشاركتنا. نرجو أن نجتمع دائما في خير تركستان وليس فقط في عذاباتها. مشاهدينا الكرام، شكرا لمتابعتكم، الهجوا بالدعاء لإخوانكم هناك الذين قل لهم الناصر. السلام عليكم.